عنده 8 برندات واكتر من 300 فرع، وبيكسب فوق ال 5 مليون جنيه في اليوم، ومشغل اكتر من 40 الف عامل، ومشاريعه جوه وبره عامله قلق، ووراه ناس تقال قوي بيشغلهم فلوسهم، وثروته الخاصه رقم خيالي. اسرار لا تعرفها عن الدكتور مؤمن عادل، امبراطور المطاعم في مصر. شغلانته الاساسيه دكتور بيطري، بس لقى مش جايبه همها، فقرر يغير المجال، وبدل ما يكشف على الجاموسه خد منها اللبن وفتح بلبن. وهنا كانت طاقه القدر اللي اتفتحت في وش مؤمن، فرع جاب فرع لحد ما سيطر على معظم محافظات مصر، واسم بلبن بقى ماركه مسجله. وعشان الشطاره وذكاء مؤمن قدر يطور المحلات دي ويخترع اسامي جديده لاصناف عنده تعمل قلق، زي القشطوزه والطسطوسه في رمضان، والكشري وحلولو، ودول بقى حاجات من اختراعه هو، وسعرهم معدي ال 100 جنيه، وبلبن عنده حوالي 70 فرع في مصر. يعني لو باع في كل فرع ب 30 ألف بس في اليوم، هيعمل في الشهر اللي هم لحسد 45 مليون جنيه، وده أقل حاجة طبعا، لأنه زحمة 24 ساعة، ده غير بقى الفروع اللي بره مصر زي السعودية اللي فيها حوالي 14 فرع، والأردن وقطر وليبيا وغيرهم من البلاد العربية، ودول طبعا بيدخلوا مكاسب الله أكبر خيالية. وطالما بقى احنا بنتكلم عن الحلو، فالدكتور مؤمن وشركاه صحاب محلات كنافة وبسبوسة، وعدد فروعه 18، وأقل حاجة عنده في المنيو تعملها 60 جنيه، وبرضه زحمة طول اليوم تقريبا، وبيعمله في الشهر حوالي 25 مليون جنيه. وزي ما في حلو في حادق برضه، وعنده مطعم عم شلتت، وده مطعم فطاير حادقة في السعودية ومولعها هناك، وأقل حاجة عنده ب 15 ريال سعودي. واضرب انت بقى وشوف بالمصري هيطلعوا كام. وعنده هناك 3 فروع، وكل فرع منهم أجمد من التاني. وفي مصر مش محتاجين نتكلم عن كرم الشام، واللي كتير من الناس كانت فاكرة ان اصحابه سوريين، لكنه في الحقيقة كان بتاع الدكتور مؤمن، ورجل اعمال من اسكندرية برضه دكتور بيطري، لكن مؤمن اشترى نصيبه، والمشروع ده نقل الدكتور مؤمن في حتة تانية خالص، ودلوقتي فاتحين حوالي 33 فرع على مستوى محافظات مصر، وكل فرع فيهم بيعمل مش اقل من ربع مليون في اليوم، وشوف بقى عدد الفروع بيعملوا كام في الشهر. ولما موضوع الشاورما السوري اشتغل وجاب، قالوا ليه ما نفتحش فرع الشاورما مصري؟ عملوا فرع شاورمايزر في الدقي، وده اقل حاجة عنده ب 100 جنيه، وبيعمل وجبات سريعة وتيك اواي، ولو بيطلع 1000 وجبة في اليوم فهيعمل في الشهر 3 مليون جنيه. ده غير مطعم بهيج بتاع السمك، وده ما فيش غير فرعين، واحد في اسكندرية والتاني في التجمع الخامس، وبرضه عاملين قلق زي باقي اخواتهم، واقل اكل السمك عنده هتعمل 500 جنيه، وشوف بقى اي اسرة عاوزة تتغدى سمك ممكن تدفع كام. ومؤمن اشترى اسم الحاج بهيج، وبيديله مرتب شهري وجزء من الربح. وعندك كمان وهمي اللي لسه متضاف للقايمه جديد، وده محل برجر على حق، وفاتح 5 فروع في القاهره والساحل الشمالي، والدنيا هناك ضرب نار، واقل ساندوتش عنده ثمنه 150 جنيه، وعشان تقف تجيب هتستنى مش اقل من نص ساعه، وكل محل منهم بيبيع على الاقل من 100,000 ل 150,000 في اليوم، ومجموع المحلات يعمل في الشهر اكتر من 20 مليون جنيه. وعشان ما ننساش برضو وجبة الفطار، فالرجالة ما سكتتش وعملت لك مطعم تفويلة، وليه 10 فروع في كذا محافظة في مصر، وبيعمل سندوتشات جبنة رومي ولانشون ومربى، وعنده حلو زي السكالانس والحلاوة بالقشطة، واقل ساندوتش عنده ب10 جنيه. يعني لو نزلت انت واربعة اصحابك تفطروا، وكل واحد اخد 3 سندوتشات، هتعمل من 250 ل 300 جنيه، وقيس على ده بقى في كل الفروع اللي موجودة. وبرده كان عنده المق وقفل عشان لا مش جايب همه، ونفس الحكاية كشري ابو دقة. والدكتور مؤمن ليه شركاء من الباطن، ودول ناس كبيرة قوي، واللي يقرب منهم ممكن يروح ورا الشمس، وهو اللي بيدير محفظة الفلوس بتاعتهم. باختصار، صاحب الامبراطورية دي ذكي جدا، وطموحه ملوش حدود، ومش بعيد يبقى رقم واحد في الدول العربية والشرق الاوسط قريب. انتم بقى قولولنا، بتاكلوا في انه مطعم من دول؟